النهار دابا كامل تاعنا في هذا البيت مسدود عليك. ونهار كامل انا دايرها الحبس اخويا يوسف، ما كنخرجش جاع. نهار كامل دايرها الحبس راه ما كنخرجش جاع الزنقه تاع، لكن منام كيشوفك واحد النظره خايبه. نسكم حياتي بغيت نلبس انا نسكم ولبس انا الشورت بحالي بحال الناس، نمشي للبحر نمشي للقهوه بحالي بحال الناس اخويا يوسف. والله العظيم الا كلامك الا كيضرب في القلب انا غادي نجيك من الاخر. الله يسر لك يا ربي، الله يجيب لك الشفاء. راني محتاج اشوفي نعيشه في براك، راه صبوطي الاخرى ما عندي، تا طوالتي الاخرى ما عندي. يوسف راه جاي دابا شي 30 عام، في عمري 37 سنة دابا. 30 عام وهذاك الشيء فيك مازهم مازهم ان شاء الله غادي تتفرح. نفرحش دابا، راه دابا شنو خا يوسف، حسيت بواحد الامان، حسيت بالامان، يا حسيت الامان باغي يتحيد هذا الشيء هذا. بغيت نحيدو انا من الخدمة هذه، باش مابقاش انا تانا جالس انا ندير الحبس لراسي. الشيء اللي كاين اخو يوسف في التسويح، قلت لي العام 8 السوايع فيها صعيبة شوية، 8 السوايع فيها صعيبة شوية، ويتحيد في 8 السوايع. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى، كما تبعتوا معنا لقطات من الفيديو السابق ديال أحمد. أحمد مرض غريب اللي صابو، عانى فيه سنين طوال، الهدف ديالو أنه تكون عنده صحته بحاله بحال الناس. سنين وهو كيعاني، أطباء كما صرح في قنيطرة عجزوا على تشخيص المرض ديالو، إلا أن الله عز وجل ومجهود المغاربة لهم رأي آخر. خبر جد صار، غادي ندخلوا لعنده وغادي نشوفوا أنه هو مقبل، غادي يدير العملية. تبعوا معايا. مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا الأمور مع أحمد بشكل مدقق. أحمد اتصلتي بيا وعندك خبر مفرح، وأنا والله إلا فرحت ليك. الخير راه زين، يلا عاود ليا من الفيديو اللي وضعت معاك شنو اللي وقع. السلام عليكم خوتي المغاربه، السلام بخير لاباس. الحلقه الاولى اللي دازت مع اخ يوسف، اتصلوا بي صور معايا وتصلوا معايا الناس، عاونوني عاونوا المساكن الله يرحم لهم الوالدين، وما دازونيش عاونوني. هي هذيك اتصل بي واحد السيد شاف الفيديو تاعي، هز المرسي اتصل بيا قال لي كاين واحد الدكتوره متخصصه في هذه الحالات هذه، اتصل بيا ركبت شيت عندو، تلاقيت معاه، دخلنا عند الدكتوره. الحاله شافتنا الدكتوره هذه، قالت لي الحاله ممكن تحيد 100%. عطاتني واحد الورقه قالت لي دير لي التحاليل تاع القلب، التخطيط، الراديو، السكانير، ليريم، درت كل شيء، جمعت كل شيء. ودابا قالوا لي جيت مشيت عندهم البارح. واخ بقى معايا في الدكتوره، الدكتوره واش هي متخصصه في السبيطار ديال الدوله ولا كلينيك ولا فين كاينه الدكتوره؟ كاينه في ميريزكو. يعني في الدوله؟ الدوله ميريزكو هي مختصه في هذه الجراحيات، هي مختصه في هذا الشيء. قالت لي هذا الشيء يتحيد، دير لي التحاليل ودير لي الليريم، عندي القلب مزيان، كل شيء مزيان، عندي الدم مزيان، كل شيء مزيان، هذاك الصدر هو مزيان، كل شيء مزيان. قالت لي هذا الشيء يتحيد 100%. قالت لي هذه السيمانه ان شاء الله يتحيد. هي متخصصة في الجراحة فهادشي؟ متخصصة في الجراحة، في العمليات، هي اللي شي تاع الجلد. كيفاش قالت لك طريقة العملية؟ يعني اللي دار التشخيص هي وشافت التحاليل وخدات الصورة كاملة على الوضع الصحي ديالك، كيفاش شافت هادشي؟ واش ساهل صعب كيفاش؟ هو شوية صعيب، فيه شي 8 السوايع، قالت لي العملية 8 السوايع فيها صعيبة شوية. هو يتحيد وفيه 8 السوايع. 8 السوايع خويا يوسف. يلا وكمل لي شنو قالت لك؟ قلت لي تحيد صافي، زوج لي هاد الوثائق هادو غيتحيد هادشي كامل، يتحيد ما يبقاش فيك. شي اللي قالت لي. ودابا نهار الاربعاء ان شاء الله غندير العمليه، ودابا كنطلب من الناس يعاونوني على حساب الدواء، على حساب بزاف مصاريف كذا الطبيب، حيت غتجلس بزاف من السبيطار مده شي 20 يوم. دابا كنطلب الناس يعاودوا يعاونوني. شحال انت كان فيك هادشي؟ في خويا يوسف راه جاي دابا شي 30 عام، في عمري 37 سنه دابا. 30 عام وهذاك الشيء فيك؟ مازهم ان شاء الله غادي تتفرح. نفرحش دابا، شنو خا يوسف، حسيت بواحد الامان،
حسيت بالامان، يا حسيت بالامان باش يتحيد هذا الشيء هذا، بغيت نحيدو حتى انا نخدم هذه باش مابقاش انا حتى انا جالس ندير الحبس لراسي. الشيء اللي كاين اخو يوسف، وهذا السيد هو زعما اللي شاف هذا الفيديو قدر يوصل للطبيبه، راه اجرهم كبير عند الله. شاف هذا الفيديو هذا واتصل بيا وقال لي عندي من نعاونك اي حاجه نعاونك، ولا ندخل لك الطبيبه لا غدير معاك الحال هذا. واش دير رانديفو تسمو حتى من ميريزكو، والرانديفو خاصك عام يا ربي تشديه. انا زربوا عليا شافوا الحاله بحال المثل بحال بقيت فيها ولا هذه مسكين، وعطاتني الوثيقه قالت لي دير لي الشيء باش تحيد لك العمليه، باش ندير لك العمليه. الله العظيم الا فرحت معك، والله العظيم الله يفرج عليك يا ربي. عرفتي باش 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 تشافى ان شاء الله، راه لا اله الا الله. قول لي قول لي بغيتي. هذا الشيء كيتزاد، هو كيكبر هذا الشيء راه كيتزاد، حيت النهار اللي مشيت عنده مع براتو وعاود الثاني مشيت عنده مع براتو قالت لي 3 سنتيم زايده. ملي كنتي عند الطب هنا في قنيطره وداك الشيء ما لقاوش؟ والو ما لقاو حتى حل، حتى حل ما لقاو في قنيطره. حنا هنا في قنيطره ما كاينش الدكاتره هذا الشيء، ما كاينش الجامع غير كازا ميريزكو. حيت دازوا حالات بحال هذه، دازوا واحد الحاله واحد السيده هي حيداتهم. ميريزكو. ميريزكو. الله يفرج عليك يا ربي يا ربي. هذا الشيء اللي غادي نقول لك انا، والله ما عرفت اش نقول لك حيت فرحت والله العظيم. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، يكفي انه قال لي 30 سنه وانا اتحمل هذا الوضع في لحظه من اللحظات باذن الله عز وجل، والدعم ديال المغاربه اللي ساعدوه في التحاليل في مجموعه من الاشياء اللي تيحتاج باش يوضع الصوره اكثر ويتم التحديد ديال التشخيص ديالو عند الاطباء. المغاربه عاونوه، وهاد السيد اللي قدر يوصلوا للطبيبه اللي هي بطبيعه الحال متخصصه في الجراحه، قدرات وتمكنات انه تشخص الوضع ديالو، هو مقبل على العمليه الاربعاء عفوا الاربعاء المقبل. مشاهدينا الكرام انا غنقولها بالدارجه المغربيه، الخير زين. الله العظيم الا فرحت لهذا الوليد هذا يا ربي، الله يفرج عليه ويفرج على جميع المسلمين. النداء ديالنا لجل المغاربه، بقى ليه اسبوع وغادي يكون معنا في الدار البيضاء ان شاء الله، وغادي نواكبوا معاه الحاله ديالو، وغادي نوضع رقم الهاتف ديالو. والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. هذا الشاب شانه شان اي مغربي كيطمح. في الفيديو السابق تكلم معايا بكلام يعني مؤثر بشكل كبير، قال لي انا كاين اللي كيقدروا يعيبوا عليا في الشارع، وانت انا امنيتي تكون متزوج يكونوا عندي وليدات باش الحياه اللي هو 30 سنه هو تيعاني تلخص ما هو ايجابي في المستقبل من اروع الاشياء صراحه. وهذا مجهود الله عز وجل والدعم ديال المغاربه اللي ساعدوه في هذه الظرفيه. مشاهدينا الكرام انا غنوضع رقم الهاتف ديالو، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. كل من ساهم او ساعد هذا الشاب اجره محسوم عند الله. مشاهدينا الكرام سوف ابقى متتبع ان شاء الله الملف ديالو، وسوف اوافيكم في بدايه الاسبوع بكل ما يتعلق بشكل مدقق من الوضع الصحي والنتيجه اللي توفق ان شاء الله ونجحت لي العمليه. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.